اعتقد فارس مش بس كمان شيكابالا ده كمان اذا كان شيكابالا عنده رواسب من 20 مباراه ومن 2003 مع الزمالك في لاعب جديد في نادي الزمالك هو بيسعى للبطوله مع الجماهير. لاعب انا مش عارف جات له منين الجرأه ان هو يتحدث بس عن النادي الاهلي او يفكر ان هو يشير ان هو رقم واحد في وجود النادي الاهلي لاعب عبد الله جمعه. عبد الله جمعه بعد ماتش الترجي ساب احتفاله مع ماتش الترجي وقال لك اضرب يا بدري مع ان الفريق اللي انت لعبته بترجي لا كان في بدري ولا كان في بلايلي ولا كان فيه سعد بقير بقير ولا كان فيه ايمن بن محمد ولا كان فيه هشام هشام الزودي ولا كان فيه غلان شعلاني ما كانش في الترجي اللي احنا قابلناه واللي احنا منتصرين عليه تاريخيا ما كانش فيه الكلام ده كله، ومع ذلك انتصار حر أنت تفرح بيه، لكن مش على حساب النادي الأهلي، لكن كمان تسجل ركلة ترجيح وأنت احتياطي في فريقك، وبدل ما تحتفل مع جماهير ناديك رايح تحتفل عند جماهير أو بمعنى أصح تستفز جماهير النادي الأهلي، ده مش سلوك لعيب كورة أنا آسف. واحنا هنا قلنا قبل كده وفاكرين قبل كده وقاية شيكابالا اللي حصلت قلنا المخطئ سواء من لعيب الاهلي او من لعيب الزمالك او من لعيب اي نادي لازم يتعاقب انت لما تعاقب المخطئ هتقلل التعصب لان المشاهد اللي احنا شفناها دي هي المشاهد اللي بتصنع التعصب يا فارس وده اللي انا بقوله يا احمد هتجيب اي لقطه لاي لاعب انا برد عليك قبل ما انت تفكر ترد عشان بعضك بيجيب لقطات ويرد انا عايز اقول حاجه اي لاعب اخطا في تصرف في سلوك مشين احنا مع عقابه حتى لو من نادي الاهلي بس الفرق ان لما ده بيحصل احنا بنقول كده انت بتؤيد هذه التصرفات بالعكس بتصنع منها بطول وانا الحقيقه عايز اقول حاجه اللقطات دي بتدل ان حتى في لحظه فوزك ولحظه تحقيقك انا شغلك انت مش قادر تنساني انا شاغلك نفسيا انت عارف ان انت مكانك وصيف البطل فلما بتصل لمكانة ومنزلة هي غير منزلتك فانت عارف كويس قوي ان فرحتك مش الاكبر في المكانة دي لانها مش هتستمر انت فرحتك في انك تحس انك انت متفوق على البطل انت مش قادر تنساني بتلعب فريق في تونس إن انا برضو بتلعب هنا وبتربط الاحداث وكأنك حققت بطولة اه حققت بطولة بس صدقني تصرفاتك هي اكبر دليل على الضعف وان كان ده كلام عام نيجي للارقام عبد الله جمعه احنا استثنينا المباريات اللي ما شاركش فيها كاساسي او ما فيها دقائق يعني حتى السوبر المصري اللي فات اللي فوزنا فيه 3 2 احنا مش حاسبينه في لأن المباريات مشاركش. يا احمد لانه مشاركش. ما شاركش في ارض الملعب في ارض الملعب يا عبد الله يا جمعه وانت بتلعب ولعب عندك شخصيه وجرينتا وبتعرف تعمل كده وبتعرف تنتصر لفريقك تعال نتكلم نشوف المباريات بتاعتك سبع مباريات امام النادي الاهلي اربع هزائم وثلاث تعادلات ما قدرتش تخرج من الملعب وانت فائز على النادي الاهلي في اي مباراه لو حتى امبارح بس عشان البعض ممكن ما يكونش بيقول النتيجه 0-0 صفر صفر بتتحسب تعادل لان ضربات الجزاء او الركلات الترجيح بتحسب النتيجه تعادل في النهايه المباريات اللي خاضها عبد الله جمعه الاهلي وانبي 1-0 الاهلي وانبي 1-1 واحد واحد الاهلي وانبي 2-0 الاهلي والمصري 2-1 كانت مباراه بطولة اعتقد برضه عبد الله جمعه ما كانش قادر ينساها، الاهلي والزمالك صفر صفر، الاهلي والزمالك 1-0، ثم الاهلي والزمالك صفر صفر. ده تاريخك اللي اعتقد انت مش ما تعرفوش، انت عارفه كويس قوي، بس انت لان مفيش جواك انتصار حقيقي يؤهلك ان انت تتحدث عن النادي الاهلي فكان انتصارك كله في فكره ان انا اصنع بطوله عند جمهور الزمالك وعايز احمد اقف معاك عند حاجه اعتقد انت ملاحظها معايا لاحظ اي لاعب بيبدا يفقد مكانه الاساسي في نادي الزمالك ويبدا ما يبقاش لاعب اساسي ويبدا نجوميته تقل تلاقي على طول بالتزامن مع ده تصريحات مسيئه للنادي الاهلي او بطوله مزيفه لانه هو مدرك كويس قوي ان ده بيعرف وانا هقول اللفظ المناسب يبيع بيه كويس عند جمهور الزمالك